بجدد التحيه والترحيب مره ثانيه بكل حضراتكم. رجعنا لكم بعد الفاصل وسعداء جدا ومتشرفين ان ضيف عزيز جدا منورنا الاستوديو في اول حلقه على الاطلاق من 10 الصبح في الاهلي. وهذا الضيف ضيف عالمي بالمعنى الحرفي، يعني كلمه عالمي ما فيهاش اي مبالغه باي حال من الاحوال. الى جانب كونه اهلاوي كبير، فهو واحد من اشهر علماء المصريات على مستوى العالم كله، ان لم يكن الاشهر على الاطلاق. وحقيقه اكتسب شهره عالميه نتيجه اكتشافاته الاثريه وظهوره على العديد من القنوات الاجنبيه في كل الافلام الوثائقيه المتعلقه بالحضاره المصريه القديمه وايضا الاكتشافات الجديده. هيكلمنا النهارده عن الرياضه عند قدماء المصريين وعن ابرز اكتشافاته واكيد حكاياته مع مقابر مع اكتشاف مقابر بنات الاهرامات ووادي المومياوات الذهبيه. معانا مع كل حضراتكم ضيفنا العزيز العالمي الدكتور زاهي حواس. صباح الفل يا دكتور، نورنا وسعداء لوجود حضرتك معانا. ربنا يخليك. صباح الخير يا دكتور على حضرتك. زي ما كريم قال في المقدمه، احنا سعداء ان حضرتك تكون معانا في اول حلقه، وعندنا كده بعض التساؤلات، ويمكن ناس عايزه برضو تعرف. زمان احنا كان عندنا فقره كده اسمها نوستالجيا، كنا بنرجع بزمان والحنين الى الماضي وغيره. احنا كمان عايزين مع حضرتك نرجع بس لعصر الفراعنه ونربطه بالرياضه. خلينا نعرف ده من حضرتك بداية. هو يعني طبعا الأول بالنسبة لكرة القدم على فكرة كانت معروفة في الدولة الوسطى، يعني من حوالي 3500 سنة عندنا أول منظر لكرة القدم بيلعبها ستات. طب ده كلام عظيم بقى. زي الفل، دي بداية زي الفل. وده في مقابر بني حسن. لكن عامة المصري القديم اهتم جدا بالرياضة، يعني عندنا في الأسرة الـ18 كان الملوك عايشين في منف، فكان صحراء منف دي عبارة عن مجال إن الأمير قبل ما يبقى ملك لابد إن هو يعد بالكامل رياضيا حتى يستطيع أن يحكم مصر، لأنه هو كل 30 سنة بيظهر هل هو قادر على حكم مصر ولا لا. وبالتالي الحاجة الوحيدة اللي تؤهله لكده الرياضة. فعندنا بقى مناظر يقول لك وبيعلمه إزاي يرمي النبلة، يقول له خلي بالك نشن، ده بالهيروغليف الكلام ده، نشن خلي بالك في الحته دي. ركوب الخيل كان مهم جدا، التأديف، الجري، يعني عندنا من اجمل الحاجات اللي تظهر الرياضه امير اسمه امنحتب الثاني ابن الملك تحتمس الثالث. تحتمس الثالث ده كان نابليون العصر القديم، عمل فتوحات عسكريه ضخمه جدا، وعمل اول معركه اسمها معركه ماجيتو. المعركه لا زالت بتدرس في كل اكاديميه عسكريه في العالم كله، ازاي قدر ان هو يعمل خدعه وينتصر على العدو. فابنه كان قبل ما يبقى ملك بيلعب بقى رياضه في صحراء منف، بيركب الخيول، بيأزح عليها، بيتنطط عليها، لدرجه ان الناس اللي في حظيره الخيل خافوا عليه، فبعتوا جواب لابوه ابنك بيعمل كذا. هو كان سعيد جدا فأمر إن كل الخيول اللي موجودة في الاسطبل هو ياخدها، وعمل رحلة إلى الأهرامات وزار الأهرامات وبنى معبد في هذا المكان. فإذا المصري القديم أي شوفي الرياضة هي أهم حاجة في الدنيا. صحيح. يعني أنا شخصيا النهاردة عشان أجي لكم فما لعبتش رياضة، متضايق جدا. الرياضة هي الحاجة الوحيدة اللي بتبني الجسم والذهن. يعني أنا ما أقدرش أشتغل إلا ما ألعب رياضة. اما بلعب رياضه اروح اشتغل وانا فريش. فاذا المصري القديم فطن الى اهميه الرياضه في حياه الانسان، وبالتالي الجسم السليم كان موجود. هو واضح على حضرتك ما شاء الله، يعني جسم حضرتك فعلا يعني وفي تفصيله ثانيه، وحتى في كل البرامج وكل الافلام الوثائقيه بسم الله ما شاء الله، وحضرتك بتبقى طالع الجبل ونازل الجبل ونازل الكهف. انا لسه امبارح بفكر وبقول انا ساعات لما بدخل سرداب ضلمه او اطلع فيه فوق حجره الدفن الثالثه في 5 حجرات صغيرين جدا لا يمكن حد يطلعهم، صعبه جدا. انت بتطلعي بسلم الاول وبعدين تلاقي حته كده صغيره مربوطه بحبل تحبي، حاجه فظيعه. انا عمري ما طلعتها، وما بطلع بقول انا مش راجع تاني من الخطوره اللي فيها. لكن العشق اللي بيجي عند الانسان والحب، انا دايما اقول اهم حاجه في الدنيا هو العشق. حب مش كفايه. لو عشقت اي حاجه في الدنيا العشق ده يخليك تعملي حاجات غريبه جدا انت مش حسيش بيها، بيخلي في استمراريه كمان. يعني انا شخصيا حياتي كلها فراعنه، يعني انا ما اعتقدش ان انا حتى لو قاعد في عشاء مع حد انا قاعد معاه، حاسس ان انا لما سبت الاثار وسبت الوظيفه العشق زاد عندي اكتر.
والعمل زاد عندي أكتر. طب الشغف من حيث المبدأ، الشغف اللي ملحوظ جدا على حضرتك حتى في نبرة صوتك لما بتيجي تتكلم على الحضارة المصرية وقدماء المصريين، الشغف ده جه من التخصص ولا كان بادي مع حضرتك من ولا الأول؟ تخصص ولا حاجة. أنا شخصيا وأنا كان عندي 16 سنة خدت الثانوية العامة، فكان منتهى أملي دايما أبقى محامي. أكيد حضرتك قفلت مادة التاريخ في ثانوية عامة بداية كلامي. ولا تاريخ ولا كنت. شوف أنا كنت كان لسه لسه. أنا عايز أقول حاجة بقى. بصراحة أنا كنت طالب بليد، مش عايز أقول لك فاشل. يا دكتور. ينفع كده. إحنا بنقول عالمي. أنا أما بروح. ده دليل. أما بروح الجامعات المصرية بتقابل مع 3000 طالب في جامعة القاهرة، 3000 طالب. طبعا. كل الجامعات بروح بحكي لهم الآتي. بقول لهم أنا كنت طالب بنجح كل سنة بعلمين. وفي النهاية خدت الليسانس بمقبول. وخلاص انا طالب فاشل، لكن بعد كده رحت الاثار بوظيفه حكوميه بياخدها اي واحد نابغ او بليد. الحكومه بتوظفك. فاشتغلت، رحت مصلحه الاثار كانت ورا المتحف المصري، لقيت الناس بتشتكي في بعض ومش عارف ايه. انا بقى زي دولي، انا مسالم بطبعي لكن شرس بالدفاع عن نفسي. فقلت خلاص انا لازم اسيب الاثار. قعدت اذاكر سنه عشان اروح وزاره الخارجيه، نجحت في التحرير وسقطت في الشفوي. المهم فشلت ان انا اعمل اي حاجه تانية ورجعت الاثار تاني. بس سبحان الله بقيت سفير لمصر وللحضاره المصريه في العالم كله. رجعت بقى الاثار تاني. فجاء الدكتور جمال مختار كان رئيس مصلحه هيئه الاثار، قال لي انا عم طلع قرار انت تروح تعمل حفاير. قلت له اروح حفاير في الجبل؟ ايه اللي يوديني؟ طبعا لا، اسيب القاهره. بقيت متضايق. المهم هددني بالخصم مرتب مش عارف ايه. خدت قطر اسمه قطر المناشي، حاجة 100 كيلو بياخده في 5 ساعات، لو شاورت له هيقف. ورحت أعمل حفاير. المهم في يوم من حفاير وأنا قاعد في الخيمة وأنا مش فاهم حتى حفاير دي معناها إيه، كان رئيس كبير جدا اسمه الرئيس دكتور، هو اسمه دكتور ما بعرفش يقرأ ويكتب، لكن فنان في إنه يمسك تمثال يعني بتاع حفاير من قفط. فطلع مخبرة قال لي تعالى. فوقفت كده، كنت أنا لابس قميص وبنطلون نظيف عشان رايح القاهرة. قال لي اقعد. قمت قاعد. وأما سكت الفرش قال لي نظف. وقعد وأنا بنظف لقيت جوه تمثال لأفروديت إلهة الحب والجمال. الله. وأنا بنظف على التمثال دخل جوايا كلمة I found my love، عثرت على حبي. أو my passion يعني. فجالي العشق بقى من يومها. العشق ده هو اللي خلاني بقى، طب انا جاهل، بدات ادرس، رحت كليه الاثار درست خدت دبلوم اثار، بقى انا جاهل لسه لازم اتعلم. فلقيت في اعلان في الجورنال منحه فول برايت، اتقدمت لها خدت المنحه، رحت قعدت في امريكا 7 سنين. قلت لهم انا مش جاي عشان ابقى دكتور، انا عمري ما كتبت جنب اسمي دكتور في حياتي في اي حاجه. فقلت لهم انا جاي عشان اتعلم. قعدت 7 سنين رجعت وانا متعلم بتاع اثار. فالعشق والباشن اللي عندي هو اللي خلاني احب الاثار، اعشقها، اغيرها. لان شغله الاثار ده على فكره شغله للناس ممله، ممكن ما تتكلم عن الاثار كتير الناس تنام منك. فانت ازاي بقى لما تعشق حاجه وتتكلم عنها اكنك بتتكلم عن واحده جميله انت بتحبها وبتعشقها. فانا حب للاثار لما كنت عايز ابقى محامي بقى، فانا زي ما انت بتقول فعلا انا دلوقتي عباره عن ضابط بوليس وسفير ومحامي. فانا كنت عايز اطلع محامي ليه؟ كنت اشوف كمال الشناوي في الافلام بقى لابس بدله بيضه ولابس عرب وركب عربيه مكشوفه، وقلت انا عايز ابقى زي ده. فمره وانا قاعد في المكتب لقيته بيكلمني، كان عايز يعين واحده قريبته. فقلت له استاذ كمال انا سعيد بيك جدا، وحكيت له القصه فمات من الضحك. انا ما حكيت له، قلت له انا كنت عايز ابقى محامي عشان ابقى زيك. لا بس من قصه حضرتك بجد لسه يعني انا حاسه ان فعلا زي ما حضرتك بتقول الدراسه مش مقياس للنجاح البني ادم ومش دليل على ده زي ما كنت انا كمان بقول. الرساله اللي انا عايز اوريها هو ده للشاب لازم الشباب. عنده فعلا مش طغل. معناها ان انا فشلت في الدراسه مش معناها ان انا افشل في حياتي، بالعكس. صح. انت ممكن ده انا اعرف الاول بتاعنا بتاع اللي في الجامعه مش عايز اقول لك حالته ايه دلوقتي. لا مش عايزين نعرف.
أنا عايزة بقى أروح مع حضرتك لنقطة كمان مهمة نربط بين كلام حضرتك ده والكلام عن قدماء المصريين وإن هما كانوا بيمارسوا الرياضة، وده يمكن من رسومات الجدران نقدر إن إحنا نتأكد منها ونعرفها ونشوفها ونفهمها. والمصريين حالياً، هل حضرتك بتقيم المصريين حالياً كمان إن عندهم نفس الشغف ده أو الاهتمام بالرياضة ولا الثقافة اختلفت؟ للأسف يعني شوفي، أنا ما بشوفش الاهتمام بالرياضة غير من قلة معينة من النساء والرجال في مصر، ودي حاجة على فكرة في الثقافة عامة، ثقافتنا. انت بص برا، اي واحد قبل ما بيروح شغله بياخد معاه شنطته وفي الشغل عاملين جيم وبيقعد يلعب قبل او بيروح بالعجلة. يعني انا كنت السنة اللي فاتت قعدت شهرين في لوس انجلوس تبع بول جيتي، فكنت اخد شنطتي الاقي جميع الموظفين قبل الواحد ما يروح شغله لازم يبقى على الرياضة عشان يقدر ينتج في العمل. فاحنا على فكرة دي هي ثقافة، فمحتاج ان احنا نبين للناس اهمية ان انت تلعب رياضة. الصحة هتستغنى عن حاجات كتير جدا. يعني انا الوقت بقوم الصبح مثلا 8:30 لخمسة بالثانية اكون طالع من البيت، ما بقدرش اروح الجيم دلوقتي. كنت بروح الجيم هنا في اوتيل قريب الوقت، فبقى في كومباوند فبلف فيه. ما تعرفيش انا المجهود اللي بعمله، وانا براجع ببقى عرقان. العرق ده فيه جمال لا تتخيليه. يعني هو ده عشق الرياضه بقى دكتور. فانا يعني اتمنى من خلال بقى قناه الاهلي يبقى مهم قوي ان احنا نبين للناس اهميه الرياضه. الرياضه مش كره بس، لا الرياضه طبعا. الرياضه طبعا. كل حاجه. لا والحقيقه قناه النادي الاهلي مهتمه بكل الرياضات، بس حضرتك طبعا سيدي العارفين الكوره متسيده الموقف على مستوى العالم كله. على ذكر برضو الرياضه وقدماء المصريين في ربط عجيب حبتين، معلش حضرتك سامحني بس الشيء بالشيء يذكر. حضرتك ما لمحتش قبل كده في اي رسمه او اي نقش على مسله او في معبد من المعابد صوره لواحد من قدماء المصريين بكرش مثلا؟ ما كانش في كده. ما شفناش ده فعلا. عمري ما لمحت. هقول لك ليه. كل المناظر اللي انت شايفها على المقابر كل ستات زي الست هانم كده رفيعين حلوين، مش ممكن. طب ما انت بص في بعض المناظر، ملك البونت تخينه زي البتاعه ده، كان زمان الهامش هين تقول لي زاهي انا نفسي امثل دور حتشبسوت، ارجوك اكتب لي القصه. فكنت بصاين، فجيت عملت سكاننج لمونيه حتشبسوت وطلعتها، طلعت ست تخينه وسنانها بتقع. طبعا الهام من يومها ما بتجيب لي السيره بطلت تسال عن الشخصيه تاني. المناظر اللي انت بتشوفوها على المقابر هي تصور الانسان عايز يبقى ايه في العالم الاخر، عايز الست عايز شكلها ايه. فبتلاقيها وسطها رفيع وجسمها جميل، لكن هي 100% كان فيهم الحاجات دي. بس دي الصوره يا ابو كريم. انا عندنا يمكن تمثال واحد لمهندس الهرم الاكبر اسمه حام يونو، بتلاقيه يعني ضخم لكن لازال التمثال برضه يبين ان هو صحته كويسه. فانت كل اللي بنشوفه على المقابر ده هو تصوره عايز يعيش كده في العالم الاخر. يبقى شكله ايه؟ بالمناسبه لسه في حاجات بتدهش حضرتك او في حاجه ممكن تبهرك؟ اقول لك اللي انا لسه بتنبهر لغايه النهارده دكتور زاهي. انا بقول لك لسه الاسبوع اللي فات من ثلاث ايام في مومياتين في المتحف المصري، موميا بتاعه واحد شاب فاتح بقه صغير، وموميا لست بتصرخ عامله كده ورجلها متنيه. احنا بقى بنعمل مشروع اسمه المشروع المصري لدراسه الموت الملكيه، لان انا لازلت حتى الان بحفر في وادي الملوك، بدور على مقبره نفرتيتي، بشتغل في المومياوات. فطلعنا الولد ده في برديه اسمه برديه مؤامره الحريم، ست الزوجه الثانيه بتاعه الملك وابنها عملوا مؤامره على ابوه عشان يقتلوه عشان يتولى الحكم من رمسيس الثالث. فالبرديه ما تقالش فيها انه اتقتل. لما جبت موميا بتاعت رمسيس الثالث حطيتها تحت جهاز الاشعه المقطعيه، طلع ان واحد جه ذبحه. وبعد كده دورنا على الموميا بتاعت ابنه، طلعت الموميا دي الولد الصارخ هو بنت اور اللي قتل ابوه. والمصري القديم عشان يدخلوا النار ما تحنطش وتلف بجلد الماعز. الست بقى دي عليها اسم مريت امون، واحنا عندنا اتنين مريت امون، بنت سقن الرع اللي طرد اللي بدا حرب ضد الاكسوس، وبنت رمسيس الثاني. عملنا الأشعة طلعت بنت سقن الرع، وطلع الست دي كان عندها انسداد في عندها يعني أوردة أو حاجة. الأوردة فيها ثرمبوزس اللي هو ثرمبوز بالعربي اللي هو خشونة؟ لا يعني جلطات بالكلى. وهي عندها جلطات دي جالها نوبة قلبية، سكتة قلبية.
فسكت وهي جالها السكتة القلبية فصرخت وعملت كده وماتت على الوضع. فمات على الوضع. فاحنا اعلنا في العالم كله، العالم كله يعني. انا رايح دلوقتي مكتبي عامل حديث في الاي بي الاسوسييتد بريس عن هذا الموضوع. الكشف ده بيهز العالم كله، ان الست اللي في المتحف المصري اللي كشفت سنه 1881 الست الصارخه ماتت باول سكته قلبيه. اوكي. لما حضرتك بتكون في المحافل الدوليه اللي حضرتك بسم الله ما شاء الله دايما بتكون متواجد فيها بمنتهى القوه وخير السفير لمصر والحضاره الفرعونيه القديمه، بيبقى احساسك ايه وحضرتك شايف الناس الاف الاشخاص قاعدين قصادك ومستمتعين جدا، وخصوصا ان حضرتك بسم الله ما شاء الله غير المعلومات طبعا القيمه الوفيره كمان حكاء ماهر، والحواديت اللي بتحكيها كلها شيقه جدا، فبتستشعر السعاده دي من رياكشنات الناس. انا كان عندي من يوم 4 مايو من اهل الله الكورونا دي ليه؟ من 4 مايو ل 2 يوليو ارجع جولاي ارجع تاني 20 محاضرة في 20 بلد في أمريكا. الله. التذكرة من $50 ل $150. بدأ الحجز في الأسبوع الأولاني قبل الكورونا. بدأ الحجز في كل بلد 2001 حجز. ما شاء الله. واحنا عايزين 4000. أحكي لك مثلا محاضرة من محاضراتي. يعني ربنا سبحانه وتعالى، أنا لما بعمل محاضرة ليا ريتشولز، ما أتكلمش مع حد لوحدي، بدخل لازم أكون داخل في العالم ده. محاضرتي لا تزيد بالضبط عن 55 minutes بالثانية، مش 56 minutes. والمحاضرة كل 10 دقايق فيها نكتة فرعونية، يا نكتة حديثة تصح الناس. أنا كانوا بيركتوا الجماعة زمان كمان. طب احنا عايزين فبخلي ال 55 دقيقة نسمع الناس في ايديك كده، وبعد ما بخلص بعمل توقيع كتبي بعد ساعات. أنا ساعات لسه في أسبانيا في يناير اللي فات ده قعدت أوقع 3 ساعات الكتب، ما في طابور ما شاء الله. الطابور قبل ما تدخل المحاضره اتعطل، المحاضره اتعطلت ساعه ونص عشان الناس ما عرفتش تدخل. لكن احكي لك على اجمل لحظه في حياتي في محاضره. رحت البلد اسمها اتلانتا، فقالوا لي المحاضره سولد اوت. فقلت للست انت بتضحكي، 4700 كرسي يتباعوا ازاي؟ لو انا مايكل جاكسون بيغني ما ما ما, ما يتباعش 4700 كرسي في استوديو في الريتوريوم ضخم الا اذا كنت مطرب. لا يتباع يا فندم ازاي؟ ما بتحصلش. المهم انا بحس الغرب مهتمين اكتر بالاثار كمان. اه دي نقطه عايزه اتكلم عليها بعد ما اطلع. النقطه دي النقطه اللي قلتها انا هوند مهم. انا رحت جامعه القاهره عند الدكتور الخشت لسه قريب، الثلاث مدرجات في بتاع جامعه القاهره كلهم مليانين. الدور الثالث كان الطلبه بيدخلوا وانا بتكلم، ما تحسيش بواحد بيعمل خطا. شوفي الشعب والدولة والبلد عايزة تعرف عن الآثار. لأن الآثار الفرعونية المهم. بس أرجع في فأنا قلت لها تعالي معايا نروح الأوريتوريوم. فرحت لقيت يافطة المحاضرة سولد أوت. قبل ما أسافر ثلاث بنات عندهم 8 سنين بعتوا لي إيميل عايزين نقابلك بعد المحاضرة. فبعت لهم الثلاثة قلت لهم أنا هخلي اللي بيقدمني يجيبكم بعد ما أخلص المحاضرة. جميل. فالثلاثة بقى وأنا واقف في الستيج بعد ما خلصت وخلصت الأسئلة، والثلاثة بقى صغيرين داخلين فوقفوا قدامي. البنت اللي في النص سابتهم وطلعت قالت لي احضني، فقمت قاعد وحضنتها. قالت لي مور، يعني احضنها اكتر. الناس تحت حسوا، عملوا ستاندنج اوفيشن. 4700 واحد وقفوا يسقفوا ازاي البنت دي بتعشق، مش انا بتعشق الحضاره الفرعونيه، عشقها من خلال الحضاره الفرعونيه. فبيبين لك ازاي يعني احنا بجد لازم. احنا بنعمل برامج توك شوز كتير جدا، طب ليه ما يبقاش عندنا برنامج للاطفال عن الاثار؟ مليون في المية. يعني انا باخد ساعات على فكره في مصطفى الفقي عامل مركز باسمي في المكتبه، فبروح الهرم اسكندرية. فبجيب ساعات باخد من 500 طالب اروح الهرم. انا بعد العيد واخد ذوي الاحتياجات الخاصه الله. واخد مجموعه وهنبعدهم عن بعض وطالعين الهرم. فانا بحاول، لكن لازم عندنا برنامج. شوفي مصر دي عشان يعني تطلع ونساعد الدوله ونساعد البلد لازم الشباب ده يفهم حضارته. ما هي دي النقطه اللي كنت بتكلم مع حضرتك فيها. فهم الحضاره ده هيخلي دول يبدعوا لبلدهم. احنا اللي موقف بلدنا. انا بكتب كل يوم ثلاث عن المشاهير والناس اللي عملوا خير للبلد، فمن ضمن مقالات بقول الحاجه اللي بتوقف البلد دي حقدنا على بعض.
يعني انت في اي دوله بيجيبوا المشاهير للشباب يبقى قدوه. مصر هنا شوفي لو حضرتك انا عملت مثلا هتلاقي حقد وهجوم من الناس. لازم نغير في نفسنا ونشجع بعضنا ونحب بعض عشان البلد. ما دي النقطة اللي أنا كنت برضو هستأذن حضرتك إن إحنا عايزين نرجع لها. النقطة اللي أثرتها نهواند من شوية دي نقطة فعلا في منتهى الأهمية. فكرة إن إحنا يعني أنا شخصيا فعلا لامس نفس التفصيلة دي. فكرة إن الغرب أيا كانت الدول اللي في الغرب إيه، بس هم بحس إن هم بيقدروا حضرتنا أكتر مننا في كتير من الأحيان. مش هقول لحضرتك دايما بس على الأقل أضعف الإيمان في كتير من الأحيان بنلاقي ان في البعض مننا بيسيء التعامل مع الاثار المصريه. ليه؟ بيسيء قيمتها يعني. طب ليه بقى بالظبط كده؟ شوف بقى، افتحي ناشونال جيوغرافيك بتاعت ابو ظبي او افتحي ديسكفري شانل او نوفا او اي برنامج اوروبي او في اليابان. اليابان انا لم اتصور ان انا اكون معروف في اليابان، لكن بروح اعمل برامج ما بتكلمش ياباني وما بتكلمش، بنقعد 4 ساعات بيجيبوا بقى معايا فنانين مشاهير يقعدوا في 4 ساعات. يعني اللي خلى الناس تعشق الحضارة الفرعونية البرامج التلفزيونية. يعني مثلا برنامج مرة أنا داخل بحري ودخلت في بتاع صغيرة فانحشرت على الهواء. اللي بيشوفك بقى يحصل له إيه؟ هل أنت عملت البرامج دي للطفل المصري أو للشباب المصريين أو للعائلة المصرية؟ انت كل اللي بتعمله برامج الناس على تتكلم وبالثلاث اربع ساعات. في واحد في الدنيا يعمل برنامج توك شو يقعد 4 ساعات يتكلم ليه؟ بيقول ايه؟ هيفيد في ايه؟ خد في اي قناه اعمل قناه واحده خير، برنامج عن الاثار للاطفال والكبار. صحيح. البرامج دي وهي بالذات الاثار الفرعونيه اللي فيها الاكشن وفيها الثريل وفيها الميستري، الحاجات دي اللي الناس عايشاها وعايزاها. يعني انا يعني ببقى سعيد لما والله ودايما بحكي الحكايه دي، ان انا لما بعت الروبوت، فاكر زمان بعت روبوت جوه الهرم والناس سهرت للصبح. صح. الساعه 3 ل 5 الصبح. الست بنت الاستاذ محسن محمد اللي مش هي اللي قدمت البرنامج كان بيزعل الهوا كله في العالم كله. فهي قالت كلام بقى يعني زي علي بابا وال40 حرامي، فمصر كلها صحت من 3 ل 5. اجمل لحظه في حياتي بحكيها وانا ماشي في ميدان لبنان. وقفني واحد شحات مش عارف يتكلم وقال لي يا زاهي ازيك، حتى هتبعت البتاع ده الروبوت انت جوه الهرم. يا سلام. في اجمل من كده حاجه في الدنيا؟ صح. فانا بقول لك طبعا السبب انت ما بتعملش للاثار هنا حاجه. التدريس، بص للاثار بتدرس ازاي، الملك بيضرب الاعداء، المقرر بتاع المدارس الابتدائيه لابد ان يتغير. دي نقطه مثلا وحنا. الحروف الهيروغليفيه رسم، طب ليه مدرس الرسم بتاع بنتك ما يعلمهاش الفرخه تترسم ازاي في السن الصغير كمان هتجيلك بنتك بكره فهموها اصلا، تقول لي كمان اسمك بالهيروغليفي. صح. هتقولي يا بنت ايه الهيروغليفي، تقول لي ده كتابه كانت ايام الفراعنه، هتبدا تفتح. دي كلها افكار حلوه ان احنا نسمعها من حضرتك. اعتقد الدوله اكيد المبادره دي مع وزاره التربيه والتعليم. والله شوف بقول لك سر بقى، ما سبت وزير تربيه وتعليم غير ما قلت له. واخر مره الدكتور طارق شوقي كنت سامعني، كنا جايين في الطياره ان هو من المانيا، وقلت له عشان خاطري يا دكتور، هو طبعا الله يكون في عونه مشغول وبالذات الفتره اللي احنا فيها دي. وكل ما قابله اقول له عشان خاطري ابعت جواب امر مكتبي من وزير التربيه والتعليم الى جميع مدرسي الرسم في المدارس الابتدائيه الاربع، وقلت له انا بعت لك الحروف الهيروغليفيه 24 حرف هيترسموا على انهم رسم. فما البنت ترسم اي رسمه البومه ده حرف الام، تبدا بقى تكتب يعني تحرك مشاعر الطفل على حضارته عشان يعشقها ويحبها. حضرتك شرفتنا ونورتنا، سعداء جدا بوجودك معانا في اول حلقه على الاطلاق في البرنامج. خير سفير لمصر في العالم كله، سعداء ومتشرفين بوجودك. بس احنا ما اتكلمناش عن لا دي حقيقه يا فندم، ما اتكلمناش عن الاهلي خالص. ده يا ريت، ده يا ريت، للاسف يا ريت. احنا في حاجه عايزين نسالها بس يعني مش عارفه بقى. إيه؟ كان ليك تصريح حضرتك. قول. انا هختم بهذا التصريح بس طبعا يعني عايزين نعرف ان الفراعنه حضرتك اللي طلبت، انا ما قلتش هقول. شوفي هي برديه، هي لا بس اقول للناس انا عايزه اقول ايه. أنا حضرتك قلت في التصريح ان الفراعنه اهلاويه، هو هي برديه عثر عليها وجاء علماء الاثار قعدوا يفكروا
يحلوا الهيروغليف بتاع البرديه دي. فطلع ترجمه البرديه ان الفراعنه كلهم كانوا اهلاويه. وعشان ما زعلش عمرو اديب والزملكاويه هم اللي بنوا الهرم القديم. نورتنا وشرفتنا، ميرسي جدا جدا لوجود حضرتك معانا. هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا، اتفضل.